فوزير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وجيك طازه ومقرمشة وسخنة. أوه حاجة صح ومش ضايق. البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجة عويتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح. هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا على من نحكي. نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن هابي تيستي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولولنا شن عنوان حكاية اليوم. للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. بسم الله أول مبدأنا صلى الله علينا بينا. نحن كل نهار معانا مغزى في سر حكاوينا، لكن بيش يتم هنانا نبوها فرحتكم بينا، وكل واحد فيكم بمانة يسمعنا ويرد علينا، وإن شاء الله يبقى ملقانا يذكر بالخير اللي فينا. نبو لمتكم يلانا في حكايتنا كان بدينا. حكاوي جدي. سالم سالم تعال هن. نعم يا جدي انا جيت. ها ما تقول يا سلومه شو جد عليك انت؟ كان لك هيك انت مع العيال نحك فيك في الشارع تلعب معاهم وتمد يدك عليهم. شو جديد عليك هذه؟ انت كنت كويس وادي شو صار لك؟ وش بنقول لك يا جدي؟ ما هو باطي يا جدي قال لي ما تسكتش على حد. اي واحد يضربك خذ له مرتك خذ له حيطه اي حاجه قدامك تطلقها فيه. والله شني كان هيك يقدر يضحكوا عليك ويقولوا عليك كيف الصبايا خواف. وانا مش خواف يا جدي. ها كيف يا جدي تبي نسكت على حد يا جدي؟ ركبت يا ضعر يا باتك حط لك اسم في وسط العسل يا وليدي. هذه اسمها بطجة مش شجاعة. لا شجاعة يا جدي شجاعة. وطي صوتك وانت تحكي معي. وطي صوتك. باهي حاضر. الانسان العاقل يا باتي والمسلم الصح اول ما يلجأ للقانون. وبعدين واحد مفروض ما يضربش الا هو يدفع على عرض او على وطنه. كيف قانون يعني عاد يمشي يسكي الشرطة لشني يا جدي؟ انت مغير اسمع الكلام. مالك مالك شرطة توه؟ فاحنا مش عايشين في غابة، عايشين في وسط مجتمع. المفروض ان ضرب العيال مش على كل حاجة. باتك ما قلقش ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. لا والله ما قال لي، قال لي خذ حيط اضرب بس. ما يقول هاش لك حاجة كيف هذه لانه هو بروحه غايبة عليه. شوف يا وليدي شجاعة في الباطل الجبن خير منها. والجبن في الحق الموت خير منه. يبقى عمرك ما ترفع يدك على الانسان لمجرد انك اختلفت معه في الرأي. مادة اليد يعني عداوة، والمتعاركين مرات واحد منهم يقتل الآخر ويمشوا هم الاثنين للنار. قول يا جدي. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا القاتل والمقتول في النار. قالوا لي يا رسول الله القاتل عرفناه ليش يمشي للنار، لكن ليش المقتول يمشي للنار؟ قال ما معناه إنه ما قصرش الشر، كلمة بكلمة ضربة بضربة نين صار اللي صار وبعدها قعد يندم في روحه. شجاعة يسلمهم في حد ذاتها لو ما معهاش عقل ومعهاش أخلاق ما تنفعش، وصاحبها حيظلم ويظلم لأن ما عندهاش أخلاق تقنن هالشجاعة وتكيفها لنصرة الحق. صدقت يا جد. الشجاعة بلا عقل تعتبر تهور مرات تقتل حتى صاحبها، لكن الشجاعة اللي رفقها عقل وأخلاق هذه هي الشجاعة اللي نحن نحتاجوها واللي تسير بيها شعوبنا للأمام. والله يا جدي كلامك مزبوط كله. باهي احكيلي احكيلي اخويا جدي احكيلي يا سيدي. حنضرب لك مثل في الشجاعة. الشجاعة اللي مش اي شجاعة، الشجاعة المطلوبة معاها ان هي تكون معاها عقل وفيها فكرة وفيها حاجة كويسة للناس. كان يا سيدي في ايام زمان في عصر الجاهلية او حتى بعد الاسلام كان يخافوا من شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
لأنه كان راجل قوي وشديد، ولما يمر في الطرقات ولا في الشارع كانوا الناس كلهم يهربوا ويخلونه في الطريق خوفا منه. فعلا فعلا جدي. وفي يوم من الأيام كان في مجموعة عوائل صغار يلعبوا مع بعضهم في الشارع ومنسجمين بألعابهم العفوية البسيطة اللي كنا شنو نعرفوها. وفجأة واحد من العيال شاف سيدنا عمر جاي من غادي، خاف خوف شديد وتم يعيط: أمير المؤمنين جاي، أمير المؤمنين جاي. عدى هرب وهرب والعيال كلهم ورا بعضهم ويجروا إلا عيل واحد قاعد في مكانه. عارف ما هالعيل؟ هو ولد الزبير. استغرب سيدنا عمر عليه السلام وسأله، قال ليش ما هربتش مع العيال؟ رد عليه الطفل شن قال له: يا أمير المؤمنين، لما تكون الطريق ضيقة توا نوسع لك، لكن الطريق واسعة، وأنا ثاني حاجة ما ددتش ذنب مش نخاف فيه منك ونهرب. نعجب أمير المؤمنين بشجاعة العيل وعقله، وقال ما شاء الله عليك عقل يا عيل صغير. توا يا جدي حنمشي لهم ونطلب منهم السماح. سلم وليدي يا باتي. هكي تمينا حكايتنا، شكرا للي تابع فينا. غير الأنوان الحلقتنا عنكم بالعاني خبينا، تتصلوا هذه فكرتنا، تقولوا عنوان حكاوينا. في كل حكاية غايتنا نحكو عن صفة تعنينا، بكرة تجدد لمتنا، يا ريت الكل يراجينا، وتبقى هالدنيا رضتنا كان انتو راضين علينا. حكاوي جدي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولوا لنا شن عنوان حكاية اليوم، للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي، مش أي حكاوي. فوازير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وجيك طازه ومقرمشة وساخنة. أوه حاجة صح ومش ضايق. البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح، وهرجة عويلتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح، هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا علي من نحكي، نحكي علي هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية، البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان، طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية، شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن، هابي تستيك.